center. الحياة قاعد تتطور، فمداول الحياة تتطور لازم كل شيء يتطور، من ضمن الانتخابات يعني عن طريق أحزاب، عن طريق بلوكات، عن طريق أي شيء، فلازم تتطور يعني مع أن الحياة قاعد تتطور. مرينا في تجارب سابقة، تجارب أعتقد أن فيها من السلبيات ما فيها، أعتقد يجب أن نتعلم من هذه الأخطاء ونحاول أن نعكس تطلعاتنا بشكل مختلف من خلال صناديق الاقتراع إن شاء الله. علينا أن نقوم يعني محاربة الفساد عن طريق اختيار من يمثلنا داخل مجلس الأمة، ويكون إنسان صاحب ضمير حي، نزيه، محب لهذه الوطن والمواطنين.